بنبدأ كالعادة بأخبارنا في النادي الأهلي، والنهاردة الحقيقة كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي كان بيتكلم عن الأشعة اللي عملها رامي ربيعة مدافع الفريق. رامي عنده إصابة تمزق 10 ملي في العضلة الخلفية، الكلام ده بيحتاج لفترة علاج هتتراوح من 3 أسابيع لأربعة، فطبعا ده خبر محزن جدا. وبيقول انه رامي يعني بخلاف طبعا انه واحد من اللعيبة المهمين جدا بالفرقة وكان الاعتماد عليه بشكل قوي في البطولة الأفريقية، لكن كده رامي هيغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ألف سلامة رامي طبعا أولا وأخيرا، وإن شاء الله يرجع أحسن من الأول. لكن كابتن سيد كمان أكد إن في محاولات دلوقتي بتتعمل علشان يتم تجهيزه لمباراة العودة أمام طبعا البطل المغرب، اللي إن شاء الله يعني المباراة طبعا اللي هتقام في مصر. رامي تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي امبارح مع طنطا للي تابع المباراة خلال الساعات الأخيرة في الماتش. الأشعة كشفت زي ما قلنا عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية. للأسف أنت دايما عينك دلوقتي على البطولة الأفريقية. للأسف إحنا حظنا سيء، وكنا بنتكلم أنا وإنت وضيوفنا إن دايما حتى الإصابات على مستوى خط الدفاع، يعني دلوقتي عندنا مشكلة. إن طبعا ألف سلامة طبعا لرامي، والموضوع 10 ملي ده موضوع صعب، يعني 10 ملي ده للأسف ممكن تزيد كمان عن إحنا نتمنى تكون ممكن تزيد بصراحة عن 4 أسابيع، يعني ممكن توصل لستة أسابيع. الموضوع صعب طبعا، أصل أنت علشان يلعب مباراة العودة يبقى لازم على الأقل قبليها بيكون جاهز 100% ويلعب ماتشين كمان. فالموضوع للأسف موضوع صعب جدا، لكن في نفس الوقت بقول لك الحظ وحش إن دايما السردباكات، يعني قبليه كان في محمود متولي وسعد خارج القايمة، وبعدين كان في ياسر إبراهيم اتعور. فللأسف البوزيشن ده يعني السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله إدارة النادي الأهلي عاملة حسابها إن هيكون في على الأقل 2-3 لعيبة. لكن كمان زي ما الخبر اللي معانا بيقول إن سعد السمير كمان رغم إن هو بعيد عن القائمة، سعد السمير بيواصل تدريباته واستعداداته، صح؟ طبعا سعد خارج القائمة لكن بيواصل استعداداته بشكل كبير جدا، وبقول لك رغم الغيابات الكتير وفي بعض المشاكل كان وقت من الاوقات ايمن اشرف. وخلينا نتكلم كمان ان سعد سمير يعني كان عنده مشكله كبيره ان هو وتر اكيلس من الاصابات الخطيره جدا، لكن سعد سمير زي ما شفناه هنا معانا في البيت الكبير راجل وبيستحمل، وصل لمرحله جيده جدا من العلاج. سعد بيواصل علاجه علشان ان شاء الله باذن الله بدايه من دخوله طبعا القائمه او وجوده في القائمه السنه الجايه يكون موجود في المركز ده، وكمان ان شاء الله بتدعيمات ان شاء الله الفريق فيه خلال الميركاتو اللي جاي يكون عندنا اتزان وعندنا ثبات ان شاء الله في مركز السردباكين او يعني المساكين اللي هو مركز مهم جدا. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لكل اللعيبه، عندنا ثقه في كل الناس اللي هتلعب ان شاء الله اذا كان على المستوى المحلي او على مستوى بطوله افريقيا ان شاء الله. على مستوى بطوله افريقيا كمان ما ننساش وليد وخبراته في دوري افريقيا، دوري ابطال افريقيا، والنهارده برضو وليد بيتعرض من يعني لاصابه طبعا من نوع اخر لسه مع الاهلي. وليد ان شاء الله بينضم بكره الاثنين لمران الاهلي الجماعي عشان يستعد لمواجهه الترسانه. وليد كان غاب برضو عن مواجهه طنطا امبارح لانه كان بيعاني من كدمه قويه زي ما قلت لحضراتكم في احد الاضلاع، فهو ان شاء الله جاهز علشان يشارك في التدريبات الجماعيه. وليد زي ما قلنا ومعروف انه من النجوم الكبار في الفرقه، هداف المارد الاحمر للموسم ده، سجل يمكن 8 أهداف في الدوري الموسم الحالي، فربنا يكمله على خير ونشوفه في افريقيا ان شاء الله. ده طبعا لا صوت يعلو فوق صوت افريقيا، صحيح. مهم جدا ان شاء الله الاستعداد لبطوله افريقيا، اللعيبه تبقى جاهزه بدنيا وفنيا ومعنويا ان شاء الله للبطوله اللي جايه ان شاء الله. بإذن الله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كرة بالنادي الأهلي بيعلن سلبية مسحة كورونا طبعا للحارس علي لطفي، أجرى المسحة ديت مؤخرا، وأوضح مدير الكرة سيد عبد الحفيظ إن علي لطفي هيخضع لمسحة طبية تاني بكرة في ضوء طبعا نتيجة المسحة دي هيتحدد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق. طبعا احنا عارفين ان علي لطفي غاب عن قائمة الفريق الفترة اللي فاتت طبعا بسبب ظهور يعني ايجابية مسحة كورونا اللي خاض عليها منذ فترة طويلة. بنقول لعلي لطفي الف حمد لله على السلامة، بكرة ان شاء الله كمان في مسحة نتأكد بسلامة
بيئة المسحة، وإن شاء الله تكون متواجد في صفوف النادي الأهلي إن شاء الله. خبرته طبعا مهمة جدا يعني على دكة الفريق، مهم جدا خبرات علي لطفي في الفترة اللي جاية برضو. وليه برضو؟ لأن برضو زي ما قلنا أنه خلاص يعني عارفين أنه بعد ما حسمنا الدوري بدري، فالنهاردة مفيش صوت أعلى من صوت دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الوداد في النادي الأهلي. علشان كده كابتن سيد عبد الحفيظ قال أنه بيقوم دلوقتي بالتنسيق في موضوع سفر بعثة الفريق الأول للمغرب، وقال أنه الجهاز الإداري بيقوم بإنهاء إجراءات السفر وبيستخرج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسؤولة في المغرب علشان يحجز ملاعب التدريب للفريق. عبد الحفيظ كمان قال انه الاتجاه الاقرب للسفر للمغرب هيكون في طياره خاصه، وده يمكن قلناه برضو في حلقات فايته في البيت الكبير، وفقا للتنسيق اللي بيجرى حاليا مع اداره النادي. وواحده من العوامل المساعده او وسائل الراحه اللي بيوفرها النادي الاهلي للفريق انه يتم سفرهم على طائره خاصه. أكيد. عشان يعني يكون في كل سبل الراحه متاحه بالنسبه لهم بالظبط، وكمان اجراءات كورونا والاجراءات الاحترازيه والوصول كمان بميعاد مناسب قبل المباراه، ده مهم جدا زي ما بقول لك. ودايما الاجراءات الاداريه اللي بيقول بها الكابتن سعد عبد الحفيظ بالتعاون مع فايلر دايما في اتجاهين متوازيين، على الناحيه طبعا الفنيه والبدنيه النادي الاهلي ان شاء الله يكون موفق، على النواحي الاداريه ودي مهمه كمان انها جزء بيكمل النواحي الفنيه، ما تفتكرش يعني الحاجات دي بتاثر كمان جدا على الاداري مختص بالفني والنفسي، ما فيش شك يعني كلها عوامل ان شاء الله احنا كلنا والنادي الاهلي كله بيشتغل، اذا كان اداره فنيه، اداره على مستوى علاج الاصابات، الاداره السيد عبد الحفيظ بيقوم بدوره، الكابتن محمود الخطيب بيقوم بدوره، كل دوت جهود كبيرة جدا جدا إن شاء الله إن احنا نوصل لمباراة الوداد إن شاء الله نكون جاهزين على جميع المستويات بإذن الله ونحقق نتيجة طيبة. طيب نروح للأنجولي، جيراردو طبعا لاعب النادي الأهلي الأنجولي، أكد كابتن سيد عبد الحفيظ وصول استدعاء رسمي من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم لضم جيراردو اللاعب الفريق في الشهر المقبل. أضاف إن جيراردو طبعا سيغادر إلى أنجولا يوم 5 أكتوبر للانضمام إلى معسكر فريق أنجولا اللي بيقام في خلال الشهر المقبل، طبعا دي الأجندة الدولية في خلال شهر أكتوبر. طبعا الجهاز الفني بقيادة فايلر منح طبعا جيراردو راحة سلبية من المباراة، مباراة طنطا امبارح اللي فاز فيها النادي الأهلي 1-0، في طبعا عملية الروتيشن اللي بيستمر فيها طبعا المدير الفني، وخاصة مع اقتراب مباراة الوداد الروتيشن بيدي راحة لبعض اللعيبة، بيدخل لعيبة جديدة، بيشوف شكل جديد في الملعب، كل دي أمور فنية بيقوم بيها فايلر طبعا، كل ده استعدادا طبعا لمباراة الوداد إن شاء الله بإذن الله.